يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده عن حاجه اسمها الرينت رانت لوك. هنشوف دلوقتي دي فايدتها ايه. في الاول بس كده هعمل برايفت ستاتيك انت كاونتر ايكوال 0، تمام. هعمل بابليك ستاتيك، هعمل فانكشن void هسميها increment، تمام. ما هي اللي بتعمل increment للكاونتر، تمام. هاجي في المين هعمل to thread t1 equal new thread new runnable، تمام. وهنادي ايه الفانكشن اسمها increment، تمام. هاخد thread ده كوبي هعمل له بيست تبقى t2، تمام. بعد ما اعمل t2 هروح هنا اعمل ايه t1.join، هحطها ما بين try وcatch. طبعا انت واحد متفرج على الفيديوهات اللي فاتت فانت عارف join بتعمل ايه، و t2.join هنقولها على السريع. t1.join و t2.join مفيش اي lines بعديها او اي operation بعديها هتتنفذ الا لما التو ثريد ينتهوا من ايه، من تنفيذ الانكريمنت بتاعهم، تمام. تمام، هنا هطبع الكاونتر بتاعي كده. دي مش هتتنفذ غير لما الثريد التو ثريد ايه ينتهوا. لو عملت ران هيطلع لي ايه، عندك ايرور سيمي كولون، تمام. هعمل ران طلع لي زيرو. ليه زيرو؟ ما عملناش ستارت بالثريد t1.start و t2.start، تمام. هعمل run طلع لي ايه 2، تمام. طلع لي 2 ليه؟ عمل increment مره للثريد ده ومره للثريد ده، في الكاونتر بقت ايه 2. طبعا القيمه ديت مش كونستانت. واحد يقول لي يعني مش كونستانت، هقول لك دلوقتي هتفرق ازاي. لو عملت هنا for int i equal 0 i اقل من 5000 i بلس بلس، المفروض هنا لما يعمل increment هيعمل increment للكاونتر هيساوي هنا ايه، لو عملها مره يبقى 5000. اذا التو ثريد مره 5000 ومره 5000 المفروض يطلع لي ايه 10000. هعمل run قيمه مش كونستنت، يعني اول مره هنا ايه طلع لي 5969. لو عملت run ثاني هيطلع لك قيمة تانية 6918. هتعمل ران تاني هيطلع لك قيمة 10000. هتعمل ران تاني هيطلع لك قيمة تانية هيطلع لك 10000، بس مش قيمة كونستانت اهو، تمام. ليه؟ لأن التو ثريد يعني شغالين ات سيم تايم، تمام. فالقيمة دي مش قيمة كونستانت، قلنا نحلها إن احنا نحط ايه سايكرونايزد هنا. لو عملت ران هيطلع لك 10000 لأنك أنت هنا بتدخل ثريد ثريد. لو قعدت تعمل ران من هنا للسنه الجايه برضه هيطلع لك ال 10000، تمام. تمام، احنا مش عاوزين نستخدمه الايه السايكرونايز، عاوزين نستخدمه الرينت رانت ايه لوك. فانا هعمل ايه برايفت ستاتيك اللوك، هسميه مثلا لوك ايكوال نيو رينت رانت ايه رينت رانت لوك، تمام. سيب ستاتيك مش شورت، تمام. هاجي هنا هقول له لوك دوت لوك، وبعد ما اخلص هعمل ايه لوك دوت ان لوك. هنا بقول له حاجه زي السينكرونايز بالظبط، ليها نفس البيهيفيور بتاعت ايه السينكرونايز. هنا بقول له اول ما يشوف اللوك هيقول له ايه ما تدخليش غير سرد واحد، لو عندك مليون سرد دخل لي سرد واحد. هيخش سرد واحد هنا، واول ما يخلص هيقول له هيلاقي ايه انلوك، هي ايه هيرجع تاني كده انلوك كده خلاص دخل السرد اللي بعديه وهكذا. يعني بيخش سرد سرد نفس البيهيفيور بتاعت ايه السايكرونايز. لو جينا عملنا ران هيطلع لك برده ال 10000 مفيش اي مشكله، ال 10000 لو قعدت تعمل ران من هنا السنه الجايه برده هيطلع لك الايه ال 10000، تمام. واحد يعني ايه مش مصدق، فانا هعمل هنا سيستم دوت اوت برنت لين اوكي،
تعال نشوف هيعمل ايه. شوف بقى هنا طبعا الاثنين اوكي، الاثنين سريد جم لغايه هنا شغالين الاثنين مع بعض، فتبعوا ايه الاثنين اوكي هم تبعوه تمام. وجه هنا دخل سريد سريد، ده دليل ان ايه هنا سريد سريد دخل، اما هنا التو سريد يشتغلوا مع بعض. السكوب من السكوب من اول هنا لهنا، يعني السكوب ده التو سريد يشتغلوا مع بعض. طب هنا لا سريد دخل ورا الثاني. اتمنى يا جماعه تكون واضحه، وان شاء الله في الفيديو الجاي هنكملهم على عليه على حاجه جديده باذن الله. لو في اي حاجه مش واضحه انت ممكن تتواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك بتاعي تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.